تكثر العروض والتنزيلات في المحال التجارية هذه الأيام، لا سيما مع قرب مناسبة عيد الأضحى المبارك. نعم، إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة هي الجهة التي تعطي التراخيص للمحلات الراغبة في عمل تلك العروضات مع من سلامة وصحة للعروض عبر مفتشيها. مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، تقوم إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بدورها المستمر عبر المراقبة والتأكد من صحة العروض والتنزيلات التي تقوم بها المحلات التجارية بهدف استقطاب المستهلكين. اختصاصاتنا بسيطة جدا، هي إصدار التراخيص للتنزيلات والسحوبات والعروض اللي يقوم فيها أصحاب المحلات والشركات، بالإضافة إلى متابعة تلك التراخيص الصادرة من قبلنا. إحنا عندنا فريق من المفتشين يطلعون دائما في نهاية، خلينا نقول كل يوم، نسحب برنت من خلال الأجهزة اللي عندنا، نشوف كذا أو نشوف عدد المحلات التجارية اللي تم ترخيصها اليوم، ويأخذها المفتش ويطلع ويتأكد هل المحل التزم في الشروط والضوابط اللي في الترخيص ولا ما التزم فيها. مفتشي ومفتشات إدارة حماية المستهلك متواجدون دائما لرصد ومخالفة كل من يحاول بالتلاعب في العروض الموسمية المعلنة. 135 135 بدالة الطوارئ رأسا راح يرسلون لمفتش، أقرب مفتش راح يكون عنده، قد يكون أحيانا بعد الجوال اللي تفتر في المجمعات متواجدة في نفس المجمع اللي هو ممكن يكون فيه، فدايركت يبلغونهم عن طريق الجهاز اللاسلكي ويقولون لهم اتجهوا إلى المحل الفلاني في مشتكي موجود هناك. عندنا في محافظات الكويت الست، في كل محافظة في مراكز منتشرة لوزارة التجارة والصناعة، أيضا من خلالها يقدر يتجه لأي مركز من هذه المراكز ويتقدم بالشكوى المطلوبة. تحرص وزارة التجارة والصناعة ممثلة بإدارة حماية المستهلك على مراقبة العروض الموسمية الخاصة بالأعياد، ولا سيما المحلات التي تقدم عروض تنزيلات بهذه الفترة، فترة الأعياد، وذلك من خلال الجولات التفتيشية على الأسواق والأسعار المقدمة للوزارة، لذلك للتأكد من مطابقتها للكشوف. احنا سوينا اليوم جولة تفتيشية عشان نشوف الأسعار والعروض، ولقينا مخالفة ان محط تاج قبل وبعد حق التنزيلات، وهم محط الرخصة مالت اللي تخص وزارة التجارة برا على المحل من برا، فما راح يبين عندنا انه هو مخالف او لا الا لما ندش داخل ونفتش. اعطنا اشعار ولازم يراجعنا المركز. حاليا نفتش على العروضات، على التنزيلات، على المطاعم، على الأغذية، على كل شيء يعني، والحين السوق الحمد لله مفتوح. طبعا نظامنا ان احنا نطلع دورية دائما في تفتيش على المحلات خاصة في فترة العروض، عساس المواطن يشتري وهو مطمن ان العروض تتم عن طريقنا. أعين وزارة التجارة والصناعة موجهة على المحلات التجارية، وذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين بشكل دائم. خالد الأصفر، تلفزيون دولة الكويت.